اساسي فيها ورئيسي فيها. يمكن السنه اللي فاتت النادي الاهلي حصل على بطوله الدوري، وشريف كان ليه يمكن مع زمايله طبعا فضل كبير جدا في ان هو يحافظ، وان بطوله الدوري النادي الاهلي يستحوذ عليها، وبطوله افريقيا قبل كده. حتى ماتش الافريقي 2012 اللي هو الترجي 2012 اللي كسبناه، شريف عمل مباراه كويسه جدا برده هناك. فهو الخطا وارد، لكن هو حارس المرمى مركز حساس شويه، بالذات لما بقى في مباريات كبيره والخطا، وبالذات لما كنت بتلعب نادي كبير فالخطا الناس كلها بتبقى يعني شويه شايف عليه. ولكن انا كشريف، وبالتاكيد طارق اتكلم معاه في الكلام ده طبعا، لان الاعداد النفسي مهم جدا، خاصه ان شريف شخصيه قويه. فانا انا يعني ان شاء الله باذن الله بتمنى له التوفيق، وان شاء الله شريف يكون هو السبب ان شاء الله ان كاسب النادي الاهلي في مباراه العوده. لكن لازم ما يفكرش في المباراه الاولى خالص، ينسى، هو بيلعب مباراه جديده خالص 90 دقيقه، هيجي عليه عدد من الكرات، لابد ان يتعامل مع كل يحاول يقلل بقدر المستطاع الخطوره على مرماه في الكوره، تيجي يتعامل معاها بهدوء خالص وينسى اي تفكير سلبي. اكيد هم طبعا انا كان رايي توانسة. طبعا، او الكره الشمال افريقيا عموما بيعرفوا ان انت يعني عملت حصل ممكن هز او شوت والكلام ده. هو شريف ان شاء الله اهل للكلام ده. يمكن حتى الماتش اللي فات احنا برضو يمكن شريف اتعامل في كذا كوره، جت في كوره اللي كانت اللي هي من الجنب دي اللي انفراد الشوط الاول اللي شاطه وصدها. نشوف الكابتن احمد ناجي بقى. طب يلا. طبعا كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، اهلا بيك يا كابتن. جميل، وازاي النجم بتاعنا. نسلم على مصطفى كمان، يعني المدرب الكبير. الله يخليك يا كابتن ناجح، اتعلم من حضرتك والتوفيق دايما ان شاء الله كده، وبارك لك على صعود كاس العالم ان شاء الله كابتن. لا هو كان مدرب، هو كان مدرب كبير قبل ما حضرتك تدخل المداخله. طبعا 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 استاذنا كابتن ناجي، استاذنا طبعا. اكيد طبعا، اكيد طبعا. كابتن ناجي يعني عالم من اعلام تدريب حراسه المرمى في مصر وفي افريقيا كلها. ربنا يديك الصحه كده وتطلع لنا كده حراس وحراس كابتن ناجي. يعني طبعا اكيد اكيد هسالك على شريف اكرامي، واكيد هقول لك كابتن احمد ناجي يقول لي شريف اكرامي ايه في هذه مش عايز اقول بقى يعني خلاص يعني قبل المباراه. لا هو الملاحظ للامر وليا انا بالتحديد، انا اول مره اخش مداخله النهارده في اي وسيله اعلام. تمام. وما صرحتش اي تصريح لاي مكان، عشان لو اي حاجه اتكتبت على لساني في اي مكان او في اي حته. تمام. اول مره اتكلم النهارده. تمام. في اي مكان. فانا عايز اقول، وده كان مقصود مني، لانه طبعا كل اللي حصل ده ما كانش فيه موضوعي ولا منطقي ولا الكلام ده. بتكلم في حادث كبير، حادث يعني بقاله فتره طويله بيلعب في النادي الاهلي ومنتخب مصر. اللي حصل ده كله كان المفروض ما يحصلش. مباراه وعدت وجايه مباراه ثانيه ان شاء الله باذن الله يكون هو يعني واحد من ضمن الناس اللي ترجع لنا ان شاء الله بالتاهل ويبقى سبب رئيسي في ان احنا نروح كاس العالم للانديه. يا رب يا رب. انا بقول الفرقه كلها مش لشريف، بقول يا ايدي ويا رب يكون كلامي واضح. انا بقول للفرقه كلها ان احنا بنلعب لعبه جماعيه مش لعبه فرديه، انه حارس يغلط ولا حارس يكون عنده خطا يبقى الناس كلها عماله تتكلم عليه وعماله تأذره وتسانده وتقف جنبه. الكلام ده كلام مش مظبوط خالص. ان احنا بنتكلم في فرقه كوره، فرقه كوره كلها بتشيل بعضها، وكلها النهارده الحارس بتشيل الفرقه وبكره الفرقه بتشيل الحارس. طبعا الكلام ده واضح مصطفى، وانتوا لعيب الكوره وعارفين الكلام ده كويس. فاتمنى للفرقه كلها ان شاء الله ان هي يعني تأدي الاداء المطلوب منها. النادي الاهلي بطولات بلا عدد وتاهلات كاس العالم احسن الفرق اللي في افريقيا بتتاهل. عايز اقول للناس يعني حلما ولطفا وكل حاجه، يعني اهدوا يعني اهدوا اهدوا ان شاء الله الامور تبقى كويسه. اكيد يا كابتن احمد، يعني انا لازم اسالك السؤال ده بعد اذنك. يعني اكيد كل مصر او كل جماهير الكوره في مصر وكمان جماهير الاهلاويه تحديدا نفسهم يعرفوا الكابتن احمد ناجي قال لي شريف ايه. اكيد كلمته في التليفون. انا كلمته حقيقي، وهو كان يعني ملتزم الصمت شويه، لكن هو وبعت له رساله كمان على الواتساب. وما جبتش سيره المباراه ولا جبت سيره المواساه ولا جبت سيره اي حاجه. قلت له ان شاء الله هتجيب لنا الماتش الجاي باذن الله، والفرقه كلها تفرح، وان مصر كلها تفرح. ده اللي انا قلته. حلو قوي يا كابتن، يعني حلو كلام موجز وكلام في الجون زي ما بيقول. لانه انا صالح، انا مستفز بصراحه من اللي حاصل. يعني ما اعرفش، يعني حكت حاجه مش طبيعيه. يعني اي حارس في العالم مصطفى عارف
في كل مكان السيلي ميستيكس دوت اللي هو الاخطاء اكيد السهله دي اللي لا تدل على مستوى ولا تدل على نصريات او لا بالظبط تدل على بالظبط عدم تركيز ولا كل الكلام اللي بيتقال ده، لا هو السيلي ميستيك حصل خطا طفولي او خطا بيحصل يعني حصل مع كاسياس وحصل مع بوفون وحصل مع فاندرسار وحصل مع كل فعلا عظماء فعلا حراس المرمى فعلا في العالم، واللي جنبك ده حصلت وعدت رجله عادي صح جدا جدا. يعني يا كابتن احمد في اسئله كتير جدا عايز اسالها لك، لكن انا يعني عارف وقتك، واحنا كمان معانا تمرين الاهلي على الهوا، انا نفسي بقى تيجي لنا مره كده، نفسي تيجي لنا مره، انا مش عارف تقيل علينا ليه كده يا كابتن احمد. شخشخ جيبك شخشخ ده جيبك شخشخ شخشخ، يلا يعني نطلع. كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، ربنا يديك الصحه كده وتطلع لنا اجيال واجيال ان شاء الله، وان شاء الله تفرحونا كمان بالصعود لكاس العالم. كابتن احمد ناجي شكرا جدا لحضرتك على هذه المداخله الجميله. كان مهم مداخله في وقتها، وكابتن احمد كمان قال لك انا ما عملتش مداخلات، ده التمرين حصر يا كابتن مصطفى. يعني انا عايز اقول للناس ذكرياتك مع الوقفه دي ايه؟ بالتاكيد الكابتن حسام دلوقتي خلاص دخل في اجواء المباراه، خلاص بقى يعني هو الكلام بقى في المباراه اللي فاتت، هو استفاد وبالتاكيد خدوا محاضرات بالتاكيد وشافوا الاخطاء، فهو هو بيتكلم بالتاكيد عن اعتقد ان هو هيبقى كلام ان احنا ان شاء الله باذن الله جايين. خلاص احنا المباراه انا بعتبرها كاننا تعادلنا 0-0 يا كابتن ميدو، وانت محتاج هدف توصل، فمش عايزين نكبر نكبر المسائل الاكبر مما تكاد. النادي الاهلي نادي متمرس على الكلام، مش اول مره يتعرض لموقف زي كده، قبل كده تعادل هنا وكسب في رادس هناك ترجي وخد بطوله افريقيا قبل كده، فهم مش جديد عليهم الكلام ده. وبعدين دايما يا كابتن ميدو المباريات الكبرى الناس برضو لازم تنسى بقى خلاص بتاع يعني الثقافه بتاع زمان ان انا بلاعب الترجي هنا، فمش ناس تقول لك ايه اصل لازم نكسب مكسب مريح مريح هنا ثلاثه اربعه، الكلام ده خلص. انت بتلاعب فرقه بطل تونس وبطل افريقيا، الماتشات دي بتخلص بفرق هدف، ممكن تخسر تخلص بتعادل في ماتشين، او الماتشات دي بتبقى صعبه مش سهله. انت بتلاعب فرقه في رد فعل عندها، النهارده انت جبت جونين وهم جابوا جونين بالزبط. وارد ان انت هناك في راس برضه تجيب كنت جونين، انت كنت ليد المباراه كابتن كلها. كابتن ميدو انت لو حسبت الفرص اللي ضاعت من النادي الاهلي المباراه لازم نفكر الماضيه الناس طبعا عشان برضه الناس النتيجه ما تخدعهاش. يعني النادي الاهلي وصل كتير جدا، شفنا اجوان ضايعه كتير جدا وكان في باد لك يعني في المباراه دي، لكن ان شاء الله يكون التوفيق ربنا يعينه لنا هناك بقى ان شاء الله، ان يبقى في توفيق في الفرص، ودي نقطه مهمه جدا لازم اللعيبه تحطها في دماغها، ان المباراه الكبيره دي ويمكن حضرتك كنت راس حربه ولعبت مباريات كبيره برضو، الفرصه في المباراه الكبيره ما تتعوضش، ذهب فلازم يبقى التركيز بهدوء جدا، ما افكرش في الجون، هو الجون هيجي لوحده، لكن انا افكر في تحركاتي في الشغل اللي مطلوب مني والجون هيجي لوحده بدون اي توترات، لان انا لو فكرت في الجون بالذات راس الحربه يمكن وليد ازارو برضو عشان الناس ما تظلموش من اللعيبه اللعيبه الهايله، ده حاجه مهمه جدا يعني حاجه من احسن الفرادة اللي شفتها، تحرك يا كابتن بيخلق نفسه مساحه جري وبيروح على الجول صغير خالص وصغير، يعني هو كابتن ده يحسب له كمان روح يا مصطفى واصرار والحراره اللي احنا بنقول عليها بسرعه بتبقى يعني ناقصه من لعيبه الكوره هي بس يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الناس ما تضغطوش، لان هو برده جاي وان شاء الله زي ما حضرتك قلت 21 سنه وده مستقبل يعتبر النادي الاهلي، وهيبقى استثمار كويس جدا سواء ان هو هيفيد النادي الاهلي او بعد كده، فهو ان شاء الله وليد يعني انا ان شاء الله لو بسمعني او لازم ما يفكرش في الهدف ولا يفكر ان هو ضيع اهداف، احاول اقول له لكن هو في التمرين دلوقتي التمرين اللي قدامك ده حصري يعني دلوقتي ما انا هم يعني بالتاكيد ممكن انفراد لقناه الاهلي يا جماعه حصريا لجماهير النادي الاهلي، هذه التغطيه المميزه من قناه النادي الاهلي بصراحه تأكيد بيتفرجوا ممكن، ولو اني يعني انا حابب ان النهارده وبكره خلاص الاعلاميه لا كابتن حسام هيعزلهم تماما ما نقراش بقى خلاص نركز في شغلنا وكلام من ده، خلاص احنا عندنا ماتش على 90 دقيقه ماتش نكسبه ونتاهل للدور الثاني ان شاء الله باذن الله السيمي فاينال افريقيا بطوله كبيره، هو ده لازم الناس اللعيبه تشغل بيها نفسهم ولازم تشغل نفسهم بشغلهم وال 90 دقيقه واللي هيحصل في المباراه، وابعد افكر ان دي اول واخر مباراه ما افكرش ايه اللي هيحصل بعد المباراه او الضغوط، ابعد نفسي عن اي ضغوط خالص، اللعيبه كلها كبيره ولعيبه بتمثل نادي كبير، فانا زي ما قلت لحضرتك ده قدرهم وهم متمرسين على الكلام ده، مش هقول ان هم لعيبه صغيره فالضغط هياثر وقدر الكابتن حسام بدري بصراحه كمان طبعا وقدر كل اللي شغالين في الانديه الكبيره اي نادي كبير ضغط طبعا هي مصرح. الكره كده يا كابتن ميدو وعشان كده كل مدرب يعني النادي الكبير ده معلش كابتن يعني انا اقول لك يا مصطفى خلاص احنا كلامنا رسمي شويه بقى ربنا انت اكبر مني برضه فلازم اقول لك كابتن فهي طبعا اي مدرب بيمسك نادي كبير الله يكون في عون طبعا لان جماهيريه كبيره واعلام
ومسؤوليه كبيره جدا، انت بتمثل نادي يمكن على مستوى الوطن العربي كله ليه قيمته وليه اسمه، فدي مش سهله، دي حته طبعا بتبقى كبيره جدا. ولكن انا كل اللي اتمناه وان شاء الله من الجهاز الفني كمان بالذات هو الهدوء بالذات على الحته التحكيميه، لان احنا لعبنا في افريقيا وعارفين يمكن الحكم ده انا حكم لنا مع ماتش المقاصه واهلي طرابلس في الفيوم، هو حكم مش سيء، حكم من الصفوه. قلنا الحكم ده يعني ايه؟ هو حكم اسمه هو نانت الكاميروني دون، هو حكم من حكام الصفوه في افريقيا، حكم فير. يمكن احنا هنا كان في الدقيقه حاجه و80 وفي الفيوم وكسبانين 1-0 وادى بنالتي لاهلي طرابلس، فده ديك مؤشر ان هو حكم فير. وكان ضربه جزاء فعلا؟ وكان ضربه جزاء، كان حسني فتحي فعلا دفاع وحصل ضربه جزاء. يمكن احنا يوميها اتعصبنا ومش ضربه جزاء، لما شفناها بعد كده كانت ضربه جزاء. بس الضغط الجماهيري يا مصطفى انت عارف. طبعا طبعا، وخاصة ان احنا لينا تجربة سابقة من رامو، يمكن انا عرفت قصة حقيقية، يمكن كان بعض الحكام حكم لنا في بطولة افريقيا في الكونفدرالية السنة اللي هي الان اللي فاتت دي او اللي فاتت، وحصل حوار على موضوع الحكم اللي هو ايمان واللي حكم الماتش ده، وكان كان حصل ان الحكم ده جاب بالاسم فعلا وكان متظبط، خلاص كان حكم مبان فهو حاجة. طبعا لكن انا اعتقد ان الحكم بالتاكيد ان يحكم من حكام الصفوه بالتاكيد بيلعب باسمه، بالتاكيد المباراه تبقى متشافه على يعني، وهو عارف ان دي فريقين بيحكم لفريقين كبار. الاتحاد الافريقي لما يحط حكم لفريقين كبار بالتاكيد ان هو هيحط حكم يبقى على قدر المسؤوليه. اتمنى ليه التوفيق، واتمنى ان شاء الله ان احنا ما نشغلش بالنا بالحكم خالص، احنا كجهاز اتمنى بكره ان شاء الله باذن الله نبقى هادين. مع احترامي طبعا، مع احترامي للحكام كلهم، الحكم بيبقى مشلول لما الفرقه الثانيه بتجيب اهداف، مش هيقدر بقى يقول لهم اوف سايد، لا ده مش هيقدر. فاحنا يا رب زي ما انت بتقول كمل، اتفضل كمل ان شاء الله. احنا هنجبر ان شاء الله الحكم او اي حكم يحكم بكره ان شاء الله باذن الله بادائنا، مش هنحتاج لتحكيم ولا نحتاج ان شاء الله باذن الله، ان احنا مش عايزين مجامله من حد، احنا عايزين نبقى فير بس، ادينا حقنا ناخد حقنا بس في الاول وفي الاخر. وانا ان شاء الله باذن الله ربنا يسلم وتفائل خير باذن الله، وان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في اللعيبه، وهم يمكن شافوا الاستقبال الجماهيري امبارح، وبالتاكيد دي كل لعيب بالتاكيد دلوقتي بيفكر في منظر الجمهور دون اكيد، وهيستشعره في المباراه، وده هيدي له دفعه كبيره جدا، ولازم يبقى عندهم ثقه في نفسهم، هم نادي كبير جدا وفرقه كبيره. واعتقد ان الجهاز كله، كابتن حسام وكابتن كابتن سيد طبعا، كابتن حسام وكلهم الناس واحمد ايوب وسيد وكابتن وطارق سلمان، كلهم ان شاء الله باذن الله يعني اهل للمسؤوليه دي باذن الله، واتمنى ان هم يتكلموا مع اللعيبه كتير جدا في الموضوع دون، وخلاص بقى فصلوا ان شاء الله مركزين في شغلهم اللي هينفذوه بكره، يكون ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق يا رب، لان التوفيق ده مهم جدا بكره ان شاء الله يا رب. يعني انا اللي انا متخوف منه موضوع التحكيم ده بصراحه، انا متخوف بعد اللي شفته من الحكم المباراه السابقه، وكمان اللي حصل مع النادي الاهلي في مباراه الجيش. يعني هنقول ماشي الدوري بتاعنا ماشي، لكن افريقيا كمان وفي قلب ارضك وجمهورك وتعمل فينا كده، يعني ساعات بقول ايه، يعني انت عارف الشيطان بيقعد يدخل برضه في دماغي انا مصطفى، انت عارف يعني طبعا طبعا، بالذات رئيس الاتحاد التونسي كان ماسك رئيس اللجنه التحكيم العربيه وايه سليم شيبوجا كان رئيس الترجي قبل كده، واكيد بقى اكيد هم اصحاب، واكيد بيقول له هات لي حكم مش عارف ايه، وديع الجريء وديع الجريء هو ده كان اللي ماسك التحكيم في البطوله العربيه اللي فاتت في مصر، وشفت الحكام كانوا بيعملوا ايه، والناس كانت فاهمه غلط قوي ان الحكام بتحكم للاهلي، بالعكس هو يعني كانوا موجهين. انا بقول بصراحه يعني انا شفت بعينيا، انا شايف الحكام كانوا موجهين، فبخاف من كده، بقلق من كده، لكن ان شاء الله زي ما انت قلت الاهلي يخرس ان شاء الله باذن الله. مش محتاجين للتحكيم، احنا هنلعب جيمنا بس التحكيم كان هو اللي خسرك المباراه اللي فاتت يا مصطفى. والله يا كابتن برضه الناس ما تقولش احنا بنتكلم اي كلام، هو برضه يعني كان في الاثنين مساعدين هم اللي كان مستواهم ضعيف شويه، مش والحكم نفسه، لان في كذا كوره كانت تسلل يعني 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 لو 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 فعلا المساعدين كان يعني على مستوى عالي كان ممكن في كذا ثلاث كور، فكانت تبقى فرص تعتبر كبيره جدا حسب التسلل واضح. يمكن الحكم اعتقد بس ان في ضرب جزاء اعتقد يعني، ولكن ده وارد يا كابتن، ضربه جزاء وطرد يعني كان طبعا كابتن ناصر عباس قال كل الحكام قالوا طرد طالما قلت له طب حتى لو لو ازارو استخدم ذكائه ان هو يورط مدافع الترجي في ضربه الجزاء، قال لي مالناش علاقه احنا، قال لي فيها دفع، قلت له فيها دفع بالظبط، والراجل رايح في نص الجون وخلاص هيجيب جول يعني، كانت هي اللي بعد كده الشوطه اللي في الجول. كمان جبت الكابتن شطه نجم الاهلي طبعا والمدير الفني الاتحاد الافريقي، قال لي لا الحكام كانوا سبب رئيسي ان الاهلي يطلع بالنتيجه دي الماتش اللي فات. انا مش هقدر اقول غير كده، لكن احنا بنحاول واحنا بنعمل، لكن هو الحكم قلت له طب احنا ايه اللي بنستفيده؟ يعني ايه اللي بنستفيده؟ قال لي يعني احنا اكيد كمان مش قاصدين، بس هو الحكم بيبقى كده مستواه كده شكله كده يومه كده،
هو طبعا ده وارد زي ما قلنا يا كابتن ميدو، يمكن مش هنقول في افريقيا بس، على مستوى حتى اوروبا يمكن دي المستوى العالي قوي اللي احنا بنتفرج عليه. الحكام بيبقى ليه اخطاء، ولكن انا لو شغلت نفسي بالحكام انا هخرج عن تركيزي اكيد، وده هيحطني تحت ضغط، انا معاك، وهيخليني ما اشوفش شغلي اصلا، وهيخليني ان انا النهارده مش هغير حاجه. يبقى انا النهارده ايه، خلاص نسيب الناس مثلا كابتن سيد هو مدير الكوره، هو يبقى فيه مثلا لو في اعتراض ولا حاجه هو يعترض، كابتن حسام والجهاز واللعيبه مركزين في شغلهم اللي هو عاملينه، وان شاء الله باذن الله يعني زي ما بقول لحضرتك ده وانا هيديهم الهدوء، وعايز اللعيبه ما يبقوش برضو نازلين متحفزين، لان كنت قريت اعلاميا ان الاهلي متخوف من الحكم الكاميروني والكلام. لو احنا ابتدينا نحط الكلام ده في دماغنا هنبقى متحفزين لاي قرار ياخده الحكم وهنتعصب، وده هيخرجنا عن تركيزنا. طب مصطفى، طالما اتكلمت في النقطه ديت يعني قبل ما انساها، اتفضل. الثقافه في التعامل مع الحكم طبعا، يعني احنا بنشوف برشلونه كانوا بيعلموه ازاي يقعوا، صح. انا كنت بشوف التدريب ازاي ميسي بيقع وازاي انيستا بيقع وازاي نيمار بيقع، صحيح. تمثيل، صحيح. عشان اخد ضربه جزاء، صحيح. تمثيل عشان اخد فاول، ازاي ان انا اعترض على الحكم باربع خمس لعيبه، الكلام ده احنا مفتقدينه في مصر. طب خلي بالك كابتن ميدو، ان انت المفروض النهارده اللعيبه بتاعتك في بدايه كل سيزون المفروض بيبقى ليهم زي حكم دولي بيجي يديهم دروس في قانون الكوره والكلام ده، مهم يعني جدا. يعني خلينا نوصف التمرين للناس الاول، بعد كده نرجع نتكلم. ودلوقتي عملوا الاحماء حوالي 10 دقائق اعتقد، 10 دقائق مصطفى، ما عدناش ال 10 دقائق و12 دقائق بالكثير. دلوقتي عملوا السيرتشات اكيد مع كابتن انيس، مع الشعلالي، بعد كده يعملوا اكيد 4-2 علشان اللي هو الشغل احساس بالكوره وشغل الاستلام والتسليم في مساحات صغيره. دي الاسترشات اللي بيعملوها، استرشات من الحركه واسترشات من الثبات والحاجات دي كلها، حاجات دي مهمه جدا جدا بعد السفر، خصوصا السفر حمل يا جماعه، يعني السفر ده تدريبه لوحده. اتفضل يا كابتن مصطفى. طبعا قاعد الطياره طبعا بالعضلات وبالكتف، وقاعد 4 ساعات في السفر او حاجه زي كده، فبيبقى محتاج ان انت تعمل استرشات وتعمل مرونات وتعمل يعني بتهيئ الجسم بعد السفر ده كله، وبتدي عشان تبقى جاهز للتمرين. بعد كده اعتقد بقى هيدخلوا على شغل بقى، ممكن بعد كده الكره جزء مهاري بقى، ممكن كل اثنين بكوره بعد الاسترتشات. بعد كده بقى يشتغل على استحواذ او يعمل مربعات او 7-7 او شكل اللعب اللي النادي الاهلي هيلعب بيه بكره. برضو اعتقد ان التمرين ما حدش هيشوفه، لان لو النادي الاهلي هيشتغل على الشغل بتاع المباراه، اعتقد الكابتن سيد كان طلب ان يبقى في سريه وما حدش يشوف التمرين يعني. بعد كده اعتقد بقى ممكن لو في حاجات ثابته او كلام من ده ممكن حسب هي المدارس ممكن تعمل النهارده. ودي برده نقطه مهمه جدا يا كابتن ميدو كنت عايز اتكلم فيها، قولي. ان المباريات الكبيره دي ممكن تحسم بضربات ثابته، ويمكن احنا شفنا ان المباراه الاولى الضربات الثابته مهمه جدا، ودول شمال افريقيا دول كلنا معتادين جبنا جول من ضربات ثابته، هم جابوا جول من ضربات ثابته، يعني احنا معتادين، لان الماتشات الكبيره كده بتبقى ماتشات ساعات مقفوله، فبقى الضربات الثابته دي ممكن تخلص مباريات. وبالذات شمال افريقيا، دول شمال افريقيا زي ما قلت لك قبل كده، انت يمكن لعبنا فاكر الافريقي وفاكر فرق الجزائر، الكور الثابته عندهم هم بيبقى زي ضرب الجزاء زي بول. انا بخاف من تمرين السكواد قوي. ليه بخاف منه؟ خصوصا بعد الركبه لا العضله لا بالتاكيد يعني هو برضو السفر مش طويل قوي يا كابتن، يعني هي الطياره دايركت على طول اعتقد على تونس، مهما كان القعده بتاعتهم هم جم ناموا بالتاكيد، لان وصلوا الظهر فناموا خدوا راحتهم بعدين بالليل، يعني ربنا يستر ويسلم ان شاء الله يا رب. الضربات الثابته هتبقى حاجه مهمه جدا، خاصه ان انا يمكن برضو تابعتهم شفتهم ان هم بيعملوا الضربات الثابته تعمل على القريبه، يمكن حتى الكورنر اللي اتعمل على القريبه وبعدين اتزحلقت لورا، وبيجي انيس اللي هو غطاها ياسين الخنيسي بيبقى واقف قدام الجون، بعدين بيسحب نفسه خطوتين لورا عشان يبقى مش مراقب، وبيجي على القريبه بيلمسها. حلو قوي ان انا اتكلمت، حلو قوي ان انت اتكلمت في الحته ديت، لان انا اتكلمت وكمان انت كمان معايا مدرب حراس، فاكيد انت هتجاوب في العمق بقى. انا كنت بتكلم معايا كان ضيوف مدربين وكان ضيوف محللين، بقول لهم يا جماعه طبعا يعني في الضربات الثابته او الكورنر تحديدا طبعا. ينفع نخلي اثنين في المرمى، واحد على العرضه الاولى وواحد على العرضه البعيده، ولا الكلام ده صعب شويه؟ هي دي بص يا كابتن ميدو برضو بتبقى مدارس شويه، يعني انا النهارده هو اهم حاجه بالنسبه لي لما اعرف ان فريق يا مصطفى هو اللي بيلعبني مميز في الكلام ده. وخلي بالك برضو انت لما بتوقف اثنين في مدربين بيعملوا كده، لكن انا النهارده ساعات اهم حاجه بالنسبه لي انا اللي على القائم القريب واللي على 6 يارد الفري عشان يحميني من الكور اللي هي المتوسطه. هو لو تشوف الكورنر اللي دخل فينا كان متهيألي احمد الشيخ كان واقف، والراجل جه من ورا
وراح وهي متوسطه وراح سرق من ورا وجه عمل. المفروض ان انا اللي هيقف على السكس يارده ده هو بيحمي لي الكور المتوسطه كلها، الكور العاليه خلاص بقى في سردباكات وحارس المرمى بيقدر يتعامل فيه. لكن اللي هي القريه دي مشكله. هي المشكله يا كابتن ميدو برضو او هي مدارس، ساعات في ناس بتلعب في الكورنرز والفري كيكس اللي هي الجانبيه مان تو مان، ودي يمكن شويه يعني صح. اندثرت شويه دلوقتي بتلعب بالزبط. انت تو لاين، انت لو شفت بتعمل اثنين خطوط، خطين او ثلاث خطوط بتقف بتتمركز كل واحد في منطقته تمركز. وكل واحد بيبقى مسؤول عن المسافه اللي قدامه. يعني حضرتك انا واقف كده واحد وراه بالظبط يعني كده، انا مسؤول حتى لو في اثنين انا مسؤول بالزبط. على اللي قدامي بالزبط. وفي الاخر خالص ما يبقاش اخر واحد، ما يبقاش في واحد في ظهره بالظبط. يعني ما فيش، مش هيشوفه لو سرق من قدامه. بنقف اربعه او خمسه وبعدين يقف لاين ثاني ثلاث اربع لعيبه بواحد على 18 عشان الكوره الرده، مع واحد في العرض القريبه وواحد على 6 يارده اللي هو الفري. ودي برده طبعا الحارس لازم ينبه على الكلام ده قوي قبل ما الكره ترفع، ويبقى الواقف على القريبه ده مهم جدا في الفاولات والكورنر، ان ما حدش يجي يسرق من قدامه. يعني الكره طالما متوسطه لازم يجري لقدام، طالما متوسطه الاعلى من كده زي ما قلت لك خلاص ما في فرصه للحارس. في مدرب بيوقف اثنين، وفي في مدرب بيوقف اثنين في القائمين بحيث ان لو في زحمه حاجه زي كده. انا قصدي كمان بيوقف، كمان يعني بيوقف اثنين على على 6 يارد يعني واحد على لو واحد لو في لا واحد واقف ساعات بيوقف واحد قدام واحد وراه بين بين الراجل ده بالزبط. هو طبعا دي هتعتمد على حسب هو بيهاجمك بكام، بيطلع في الكورنر بكام. انا شفت الجون الاولاني خمسه، هم طلعوا بخمسه، فالخمسه بيقفوا كمان يا كابتن ميدو بيقف ثلاثة عند قدام البنالتي، وفي واحد بيقف بين البنالتي والسكس يارده هو اللي جري ده وسرق واللي عملها بدماغه، والخنيسي اللي كان واقف قدام شريف وبعدين سحب نفسه لورا. فالكلام ده لابد ان هم النادي الاهلي عشان لعب يعني لعب مع الثلاثه دول مان، فلما الراجل جري خلاص سرق. وحتى الكوره هي طبعا عايزه تدخل، لان لما لمسها جت احنا واقفين ثلاثه كده وراحت جايه من بينهم للراجل الخنيسي لوحده خالص، هي عايزه تدخل فعلا. فهي طبعا لابد، انا بقى انا عايز طالما احنا عرفنا ان الفرقه دي مميزه في الكلام ده لابد الاهتمام يبقى شديد، والكلام قبل الكورنرز والفاولات مهم جدا. كل واحد يبقى واقف يعني منتبه جدا، لان دي ميزه عندهم ممكن تخسر المباراه اكيد. في المقابل احنا برضو خلي بالك هم مش مميزين جدا في الكور الثابته اللي عليهم، يعني احنا يمكن الجون اللي جبناه كره متوسطه وكانت تدخل جون على طول، مفيش فرقه كره متوسطه وتمشي منها بالظبط. وهم بيعملوا دايما يا كابتن ميدو الفاولات اللي من بره الجانبيه بيعملوها على القريبه متوسطه، عملوها يمكن ثلاث مرات الماتش اللي فات، مش معقول هتقلش ثلاث مرات. فبالتاكيد يعني كابتن حسام والجهاز كله اتفرج على الكلام ده، والتاكيد هم عرفوا مين اللي هيقف هنا وعاملين حسابهم ان شاء الله باذن الله للفاولات الثابته والحاجات دي. تمام، تعال نرجع نتكلم على الثقافه التحكيميه للاعيب المصري. تمام، الثقافه التحكيميه زي بقول لك يا كابتن ميدو، انا يعني انا عايز اقول حاجه، يعني انا وانا بلعب دايما كنت اكتسب الحكم، يعني يمكن العلاقه كانت دايما مع الحكام علاقه وسيله جدا، لدرجه ان انا في مره من المرات كان لاين مان، هو يمكن مراقب دلوقتي وكل ما يشوفني يجي يسلم عليا كابتن ابو رحاب، يمكن كان لاين مان وفعلا مره واحنا بنلعب الكره اتلعبت فانا طرت طلعتها بعد ما عدت خط المرمى، فاللاين مان راح مشاور في نص الملعب فانا واقع على الارض ورحت اعمل له كده يعني بصبعي ان هي فعلا جون. الموقف ده من ساعه ما كل ما يشوفني في حته يجي يسلم عليا، لان النهارده انت بتكتسب الحكم دون بشر، فانت النهارده وارد ان هو يخطا، فانت لو خطا وانت